السلام عليكم. ان شاء الله نحل مع بعض مسألة كده على الهوريزونتال الاينمنت اللي هو التخطيط الافقي للطريق اللي احنا خدناه المحاضرة اللي فاتت. بقول لك هنا في المسألة بقول لك تو واي تو لين اللي هو نوع الطريق بتاعك، يعني طريق رايح جاي كله على بعضه حارتين، ويز لين ويتس عرض الحارة 4 متر، الكيو اللي هي النورمال كراون سلوب الميل الطبيعي قبل الدورانات وقبل المنحنيات الافقية بتاع الطريق العادي يعني 1.5%، السبيد اوف رود انا مديك النهارده السبيد اوف رود سرعه الطريق 90 كيلومتر في الساعه، ومديك السوبر اليفيجن الميل جوه المنحنى اللي عندي 6%، ومديك حاجه اسمها السبايرال بارامتر اللي هي الاي مديها لك ب 200. لازم اديك ستيشن واليفيجن بتاع اي نقطه عشان تبدا تشتغل بيهم. بقول لك الستيشن والاليفيجن بتاع السنتر لاين عند نقطه اسمها تي اس اللي هي التانجنت سبايرال، الستيشن 10 10 والاليفيجن 12. بقول لك ايه بقى هنا، هات لي درو ذا بروجريس اوف رود ثرو سوبر اليفيجن، يعني هات لي الستيشن والاليفيجن على الرسمه بتاع النقط المختلفه اللي على الرسمه اللي عندنا اللي على البروفايل اللي عندنا. لازم اقول لك الروتيشن دي متحققه فين اباوت سنتر لاين. بقول لك اف ذا روتيشن از اتشيفد اباوت سنتر لاين. مطلوب التاني برضو مطلوب تقليدي كده جدا كده، بقول لك هات لي ستيشن واليفيجن عند نقطه بقى عند ثلاث ارباع ال سبايرال، عند نص ال سبايرال. هنا مطلوب منك ثلاث ارباع ال سبايرال. اول خطوه لازم اشتغل فيها ان انا بعوض في معادله البالانس ايكويشن، معادله التصميم اللي عندي اللي هي بتاعه البالانس ايكويشن، لان انا ما عنديش عائق. يعني انا بصمم في الحاله العموميه او الحاله الجنرال اللي عندك، الحاله العامه اللي عندك ايه اللي هي بتصمم على البالانس، امال لو يبقى عندي عائق ده حاله ثانيه. الاي زائد الاف اس بيساوي في سكوير على 127 الار، الاي 6% 13 90 فاضل لي الار، جبت الار. الار اللي انا جبتها دي هستخدمها معايا، لازم اجيب حاجه بعد كده اسمها ال سبايرال. ال سبايرال طول المنحنى الحلزوني اللي عندك بيجي من ثلاث معادلات، احنا هنركز على معادلتين، معادله اسمها الفي تكعيب على 28 الار، سرعه الطريق تكعيب على 28 نص القطر، والسبايرال بارامتر تربيع على الار اللي عندك. هتاخد الكبير اللي فيهم، هنا طلعت 77 وكسور وهنا طلعت 119 وكسور، خدها كام؟ 120. تخيل بقى معايا الموضوع ماشي ازاي. ادي الممسات اللي عندك، ده سبايرال بعد كده كيرف بعد كده سبايرال. لازم تعرف النقط اللي عندك دي اسمها التانجنت سبايرال لانها جايه من مماس لسبايرال، فتانجنت سبايرال سبايرال كيرف سبايرال وبعد كده كيرف كيرف سبايرال سبايرال تانجنت. دايما بنشتغل على النص لان زي ما دخلت زي ما هتطلع. الحته دي اسمها السبايرال، لو الحته دي كلها كان الكيرف اللي عندك فبقت دي الكيرف الصغير، دي الكيرف الكبير ناقص لو دي الكيرف اللي عندك اهو نص السبايرال نص السبايرال، فبقت ده بيساوي ايه؟ الكيرف الكبير متشال منه نص السبايرال ونص السبايرال، ماشي هنسميه ال كيرف ستار الصغير مش الكيرف الكبير. طيب الكلام ده عايزين نطبقه على البروفايلات اللي عندك، انت بتدور حوالين ايه؟ روتيشن اباوت سنتر لاين. ادي كده الميل العادي اللي عندك كيو وكيو، وادي اوتر ايدج انر ايدج، عرض الطريق اللي عندك على 2 وعرض الطريق اللي عندك على 2. طب ما الطريق كله كان حارتين، واحده رايحه وواحده جايه، يبقى 4 متر و4 متر. باخد روتيشن اباوت سنتر لاين، طبعا برسم الخط اللي انا هسقط عليه البروفايل اللي عندي. ها وصلت الاوتر ايدج، الاثنين مع بعض في اتجاه واحد كيو، الاثنين مع بعض في اتجاه واحد اي. الاوتر ايدج عماله تطلع، الاوتر ايدج عماله تطلع، والانر ايدج نزلت في الاخر، والسنتر لاين كانت ثابته. هبدا اسقط عندك، هسقط السنتر لاين بقت فوق لوحدها، والاوتر والانر الاثنين مع بعض انطبقوا مع بعض في الاول مرحله، بعد كده السنتر والاوتر مع بعض والانر تحت، الاوتر رفع لفوق
السنتر ثابت، الانر ثابت، الاوتر رفع لفوق، السنتر ثابت، الانر نزل. طبعا خط السنتر لاين، خط الاوتر، خط الانر ايدج، دخلت فين في الكيرف اللي عندك. تعال نسمي بقى النقط دي اسمها ايه. دي التانجنت سبايرال اللي هي دي، دي السبايرال كيرف اللي هي دي. يبقى الحته دي اسمها ايه؟ اسمها ال سبايرال، اللي هي جايه عندنا 120 متر. الحته دي لو قلت لك ده كله دبليو، يبقى دبليو على 2 في كيو. طب والحته دي دبليو على 2 في مين؟ في الاي. يعني هنا 4 في 1.5 على 100، 4 في 1.5 على 100، 4 في 1.5 على 100. هنا كام بقى؟ انت وصلت لل 6%، يبقى 6 على 100 في مين؟ في 6 على 100 في مين؟ في 4 اللي هي ايه؟ نص عرض الطريق. يبقى هنا ده كده نكتبها بس كده عشان الناس تبقى مركزه معانا. 4 اللي هو دبليو على 2 يعني في 1.5 على 100. وده اللي هي ده زي ده بالظبط، ده كده قد ده، وده قد مين؟ قد ده. كام يا عم ده؟ 4 في 6 على 100. طيب الجفن اللي عندك فين؟ بقول لك منسوب، منسوب السنتر لاين عند التانجنت سبايرال. تعال نترجم الكلام ده، ادي السنتر لاين اهو، السنتر لاين عند مين؟ عند التانجنت سبايرال. يبقى المنسوب ده كام؟ المنسوب ده كام؟ 12. طب والخط ده كام؟ 10 زائد 10. ابدا بقى املالي الكلام ده مناسيب وستيشن. يعني ايه؟ سنتر لاين ثابت، يبقى ده خطه 12، منسوب 12، منسوب 12، منسوب 12. طيب عايز اجيب منسوب النقطه دي، هاخد من ال 12 اطرح منها 4 في 1.5 على 100، يبقى الحته دي 12 ناقص 4 في 1.5 على 100. 12 ناقص 4 في 1.5 على 100، 12 زائد 4 في 1.5 على 100، و12 ناقص 4 في 1.5 على 100. هنا 12 زائد 4 في 6 على 100، 12 ناقص 4 في 6 على 100. كده يبقى انا جبت الاليفيشن على كل النقط اللي عندك دي. عايز اجيب الاستيشن، هنا كانت 10 زائد 10، هجمع عليها 120، يبقى 11 زائد 30. تاني 10 زائد 10 هجمع عليها 120، ال 100 زائد ال 10 بقت ب 11، 11 زائد ال 10 زائد ال 20 بقت ايه؟ 11 زائد 30. طيب لو انا عايز اجيب المسافه دي هجيبها ازاي؟ هجيبها بتشابه المثلثات، الحته دي قد الحته دي ودي بتساوي دي بالتقابل بالرأس، يبقى المثلث ده هو مين؟ هو المثلث ده. طب استفدت انا ايه؟ ما المثلث ده اقدر اشتغل عليه علشان اجيب ايه؟ عارف فيه ها ان ده كله ال سبايرال، والمسافه دي دبليو على 2 في الاي، والمسافه دي دبليو على 2 في كيو، فاضل ان انا اجيب الاكس دي، يعني انا هسمي دي اكس واجيبها في تشابه مثلثات صغير اهو كاتبه لك على جنب. اكس 120 دبليو على 2 في اي، دبليو على 2 في كيو، ده موجود ده موجود ده موجود، فاضل لك ده. يبقى اروح قايل دبليو، دبليو على 2 في كيو على اكس بيساوي دبليو على 2 في اي على 120. هنا اجيب مين؟ اجيب الاكس. سي مثلا انها كانت بتساوي 30 متر، يبقى 10 زائد 10 نقص منهم كام؟ 30، يبقى 9 زائد 80. كده يبقى انا اديت الراجل بتاع المساحه بروفايل عليه الاماكن والمناسيب، يقدر يحقق لي هو الحركه بتاعه السوبر اليفيجن اللي احنا عاملينها على ايه؟ على تدريج عندك كده، من كيو كيو 0 كيو، الاثنين مع بعض كيو، الاثنين مع بعض اي، وهكذا. اخر مطلوب احنا عايزينه بقول لك شوف للدنيا عامله ايه عند ثلاث ارباع ال سبايرال اهو، مش ده كله ال سبايرال، يبقى ثلاث ارباع ال سبايرال فين؟ هنا اهو، هنا كده. يعني ايه شوف للدنيا؟ يعني عايز اعرف منسوب الاوتر والسنتر والانر.
طب اجيبها ازاي دي؟ تشابه مثلثات برضه. ما هو ده كده المثلث الكبير اللي عندك، وده المثلث اللي انا عايز اشابهه. هاخده هنا كده المثلث اللي بره ده كده، واروح عامل ايه؟ تشابه مثلثات. هنا ال سبايرال، هنا 75% من ال سبايرال، هنا دبليو على 2 في اي، هنا دبليو معرفش بقى كام. هي المفروض دبليو على 2 برضو، بس في ميل، لا هو الكيو ولا هو الاي. ممكن يكون مثلا لو قلنا ان ده كده 1.5% وده 6%، ممكن يبقى ما بينهم 4% 5% وهكذا. طب اجيبها ازاي؟ اجيبها بتشابه المثلثات. دبليو على 2 في الاي على ال سبايرال بيساوي على اكس على او واي على 75% من ال سبايرال، وبالتالي اقدر اجيب المسافه الراسيه دي. فاجيب المنسوب بتاع النقطه الاوتر ازاي؟ المنسوب اللي عندك ده ال 12 اجمع عليه ده واطرح منه نفس المسافه، لان ده هو ده، اقدر اجيب المنسوب بتاع الانر ايدج اللي عندي هنا. طيب لو انا عايز اجيب الاستيشن بتاعه المكان ده، هروح قايل ايه؟ 10 زائد 10 زائد 3 ارباع ال سبايرال وهكذا.